مصر. حتى هذه اللحظة اتحاد الكورة ورابطة الأندية مش لاقيين مكان يسكنوا فيه سوبر الأندية الأبطال حرفيا يعني، لأن أنا لما سألتهم عايزين نعرف ليه مش كان في أكتوبر المفروض. ما هو المشكلة أنه في أكتوبر عندهم ارتباطات مهمة، ألا وهي أنه الدوري لو هيبدأ يوم 17-18 في الشهر، الأهلي هيلعب ماتشين مثلا في الدوري، أوتوماتيك هتدخل في الأجندة الدولية لمنتخب مصر هيلعب فيها ماتشين. هتسمع بعديها الكبير الاهلي يلعب ماتش واحد علشان هيروح لدوري السوبر الافريقي اللي هيلعبه. هتخلص هتدخل على اجنده منتخب تاني، هتخلص هتدخل على الاهلي عنده ارتباطات كاس عالم انديه. فهم مش لاقيين وقت، بجانب ان هم بينسقوا مع الجانب الاماراتي علشان خاطر يسكنوا هذه البطوله اللي المفترض بيوصلوا للصيغه النهائيه بتاعتها ان هي تبقى 5 ايام، فريق بيلعب فريق ويصعد في النهائي الفريق الكسبان هنا والكسبان هنا، 3 مباريات على اقصى تقدير يعني. ولكن هما بالنسبة لهم الضغطة بتاعت النادي الأهلي وارتباطاته الدولية هي مأثرة عليهم. هو هيدخل البطولة الأولانية بتاعته اتحاد العاصمة، وبعد كده يخش على دوري السوبر الإفريقي، هيسمع مع المنتخب 2 أجندة دولية، هيسمع مع الأهلي عنده كأس عالم الأندية. فهم مش لاقيين وقت يسكنوا علشان خاطر هو الأهلي هيتأجله كتير جدا، وفي نفس الوقت الأندية التانية هتكون بتلعب. طب هو يحلها إزاي؟ هو مش عارف يحلها. سألت سؤال، هل من الوارد إنها تتأجل؟ لما بعد كاس الامم الافريقيه؟ قالوا كل شيء متاح في هذه البطوله، خصوصا ان احنا الدنيا مضغوطه خالص. ولو البطوله دي اتلعبت في النص، الاهلي مثلا الانديه هتبقى لعبت 10 ماتشات او 12 مباراه، الاهلي مش هيكون عدى الـ4 مباريات.